أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الاستعانة بالمشرك هو مثاله ما حصل في حرب الخليج؟ نعم، من أمثلته ما حصل في حرب الخليج، لأن المسلمين احتاجوا إلى الاستعانة بالكفار لخبراتهم ويعطونهم في مقابل، هذا ما هو مجاني، يعني يعطون الكفار مقابل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.